هاي، معكم جهلا من استرابل نيوز. نحن اليوم موجودين بحرج بيروت لنغطي حرج بيروت فيستيفال. خلونا نشوف شو بيتضمن. بونجور، خبرنا اكثر عن الايفنت اللي منظمينه اليوم بحرج بيروت. نحن اليوم عم ننظم النسخة السادسة من مهرجان حرج بيروت. هيدا المهرجان انطلق بسنة 2011 بهدف أول شيء تعريف الناس على هيدي المساحة العامة اللي هي أكبر مساحة خضراء ببيروت، وبهدف كمان تشجيع الناس إنه يجوا عليها ويشوفوها ويمارسوا حقهم الطبيعي إنه يتمتعوا بالمساحات العامة والخضراء. فعم ننظم هيدا المهرجان مرة بالسنة، عم بيكون في بقلبه فعاليات فنية وثقافية طبعا مجانية مفتوحة لكل الناس، لحتى الناس اللي ما عندها قدرة تروح تحضر حفلات موسيقية أو مسرح بيكون هذا الشيء متاح لها. خبرنا أكثر عن جمعيتكم. جمعية السبيل أصدقاء المكتبات العامة هي جمعية مجتمع مدني تأسس بسنة 97 بهدف تطوير المطالعة العامة بلبنان. بعدين صار عندها شراكة مع بلدية بيروت لحتى نفتتح 12 مكتبة عامة ببيروت. لهلأ فتحنا 3 مكتبات بإدارة جمعية السبيل. كمان عنا بنتعاون مع شبكة مكتبات بالمناطق بحدود 25 مكتبة عامة، بندعمهم من خلال النشاطات والتدريب للموظفين وهبات الكتب وتنظيم النشاطات. اليوم أنا جيت ولعبت وتسليت كتير، بس لأنه عم بركض وقت ما بدي وما في سيارات أبداً والجو حلو والطبيعة كتير حلوة. جيت ألعب بالبيسكلات وبرمنا هون وكتير، وأوقات بيعملوا فيستيفال، بيعملوا مسرحية وستاند مفكرة الصغيرة وكولاج ولعب. اليوم أنا انبسطت كتير بحرج بيروت، وساعة ما بدي فيه لأركض لأنه ما في سيارات ولعبت. لم نعمل بسكليت وكتير انبسطنا. لبنان فيه كتير من المساحات الخضراء، حافظوا عليهم واهتموا بالبيئة. كانت معكم ظلم من سنابل نيوز.